تيابة ما لبسته. روحت نقت تياب عزوقي تتلبس على العيد، ما لبسته ما لبسته. جريمة بشعة تهز شوارع لبنان بسبب وفاة الطفلة لين، اللي أثارت الجدل في العالم كله بشكل كبير على السوشيال ميديا. وعاوز أقول لحضراتكم كلام كتير جدا وأدلة جديدة جدا بخصوص قضية الطفلة هنعرضها مع حضراتكم النهاردة، وفي مفاجأة في الآخر كبيرة جدا، فتأكد إنك هتشوف الحلقة دي للآخر. ولكن قبل ما نبدأ كده صديقي العزيز، حابب أشكر كل شخص قدم لينا التعازي في وفاة حماتي رحمة الله عليها، وحقيقة أنا ممتن جدا لحضراتكم لوقوفكم معايا في أكتر اللحظات الصعبة، ومن غيركم فعلا الواحد ما كانش هيقدر يكمل. متشكر ليكم جدا وأسألكم الدعاء، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أهلا بيكم. من كام يوم كده اتفاجئ سكان الوطن العربي بشكل عام ولبنان بشكل خاص بمصيبة رهيبة راح ضحيتها الطفلة لين اللي لسه ما كملتش حتى 7 سنين. طبعا اكيد سمعتم كلام كتير جدا وهبد كتير جدا على الموضوع ده، لكن هنا هنقول لكم القصة كاملة بإذن الله. الطفلة لين مقيمة بلبنان، طفلة جميلة عندها 6 سنين وشها مليان أمل وحنان وبهجة وحياة زي ما حضراتكم شايفين، ولكن لها للأسف راحت ضحية عيلة مهملة، واللي كانت بتتكون من أب وأم منفصلين عن بعض من فترة كبيرة، وكانت الأم طلبت بحقها في حضانة الطفلة وإنها تبقى مسؤولة عنها، ولكنها فشلت في ده. وطول المدة دي عاشت لين مع أمها في بيت العيلة الخاص بالأب عادي، وقبل ما يجي عيد الأضحى اللي فات على طول راحت لين لأبوها وقالت له: يا بابا أنا عايزة أروح عند ماما وأقضي معاها العيد عشان وحشتني. وافق أبوها وراحت البنت عند عيلة أمها، ولكن هنا كانت المصيبة والمفاجأة. البنت جت وهي في حالة مرعبة جدا وملامحها متغيرة تماما، وعلى وشها أثار كدمات وضرب، ولبسها متبهدل وفي أثار قطع، ولما أخدتها الأم علشان تحميها لقيت أثار قرص كبيرة جدا. وتعالوا نشوف الأم قالت إيه بالظبط في القضية دي عشان نركز فيها. سكري على الموضوع. قبل شهر رمضان بيومين صار في طلاق رسمي بيني وبينه، ضلت معه البنت بعد ما اتطلقت، ضل فترة شهرين ثلاث ما جاب لي، إنه لقبل عيد الكبير لجابوا لي إياها، ويا ريتني ما شفته يا ريتني ما شفته، وجابوا لي إياها بهالمنظر هذا لهون لعندي. ولما الام سالوها ايه اللي حصل لها كانت لين متردده جدا وخايفه، وقالت لهم انها بس وقعت وهي بتلعب في بيت ابوها. ولحظه الام رعشه وخوف من لين، وكانت قاعده في زاويه لوحدها حتى مش راضيه انها تاكل او تتكلم، وكانها متهدده حرفيا ومش على وضعها الطبيعي. وادي قدام حضراتكم فيديو بوضح الكلام ده. شعرها منكش منا طبيعيه، فزعانه كانت منا مبسوطه هيك ايش للبنت بهذا المنظر. المهم ان عدى اول يوم عادي، ولكن اليوم الثاني صحيت الام على حراره لين المرتفعه. البنت بتنتفض وعماله تصرخ من الالم وعماله تقول بطني بطني. طبعا جريت بيها الام على المستشفى ودخلت على طول على الدكتور. المفاجاه ان الدكتور وهو رايح يفحص لين صرخت جامد جدا، ما كانتش عايزه حد يقرب منها ولا يلمسها خالص، ودي كانت حاجة غريبة طبعا. ولكن الدكتور قال للأم إنها لازم تقعد في المستشفى لأن حالة لين مش مستقرة نهائي، ده غير إنها ممكن تكون بتعاني من آلام خطيرة في البطن وما ينفعش يتسكت عليه. الأم ما وافقتش إنها تقعد في المستشفى وقالت للدكتور أوصف لي أي دواء وأنا هروح بيه. وبالفعل ده اللي حصل، وروحت لين مع أمها. وفي اليوم اللي بعده لين فجأة أغمى عليها وراحت بيها الأم تاني على المستشفى، ولكن للأسف كانت لين توفاها الله رحمة الله عليه. طبعا أمر الدكتور فورا بإحالة الجثة للطبيب الشرعي للتأكد من سبب وفاة لين، وكانت المفاجأة إن لين تعرضت لنزيف داخلي بسبب اعتداءات جنسية متكررة. طبعا من هنا الدنيا قامت ما قعدتش، والشرطة جت فورا علشان تبدأ التحقيقات وعلشان تعرف مين عديم الرحمة والقلب اللي عمل فعل شنيع زي ده مع طفلة بريئة ملهاش أي ذنب في الحياة. وآدي قدام حضراتكم الصورة. اعتقلت الشرطة الأب والأم أول حاجة وبدأت معاهم مرحلة الاستجوابات، ولكن المفاجأة إن والد الطفلة طلع براءة لعدم ثبوت أي دليل ضده أو أي شكوك معاه،
ولكن تم اعتقال الأم والتحفظ عليها بسبب تضارب كبير جدا في أقوالها مع النيابة، وفي اتهام جد لين من ناحية الأم إن هو اللي اعتدى على الطفلة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل والشك، عشان يرد الطرف الخاص بأهل لين إن الأم السبب في وفاة لين هو عمها، وإن الأم دايما كانت بتحس منه تصرفات مريبة اتجاه لين لما كان بيجي يزورهم. طيب فين الحقيقة في كل ده يا عم أحمد؟ على حسب التحقيقات الأمنية والصحفيين المسؤولين على القضية دي، فقالوا إن الأم كانت بتتهم العم في اغتصاب لين، ولكن تم إثبات إن العم مسافر بره لبنان من فترة طويلة جدا، وعلشان كده تم تبرئة عم الطفلة من كل التهم المنسوبة إليه من الأم. وكمان اكتشفوا تصرف غريب جدا للأم، وهي إنها قالت للأب إن لين ماتت بسبب حادث سير مش أكتر، وما قالتلوش أي تفاصيل تانية، مع إن الطبيب الشرعي لما فحص الجثة أكد إنها ماتت بسبب اعتداءات جنسية متكررة، وده اللي زود الشكوك ناحية الأم أكتر. وتعالوا نشوف مع بعض كده الأب قال إيه. والبنت واعي وبتعرف كل شيء. البنت لما انعمل فيها هيك البنت بتقول لأمي، بتقول لها يا ماما أنا صور فيني كذا كذا وحدا عمل فيني كذا كذا. لأنه بنت واعي. لين بتحكي مين قال لك يمكن تخاف؟ وبسبب كده تم تبرئة الأب زي ما قلنا. والمفاجأة الكبرى والصدمة يا عزيزي في القضية دي هو إن لين لما كانت مع أبوها وراحت لأمها فهي قضت معاها أسبوع وتوفت، وبسبب انها طفلة ولسه مش مكتملة النمو، فلو كان حصل نزيف فعلا كان المفروض تتوفى بعدها بعدة ساعات مش اسبوع كامل. وده بيوديني لنقطة خطيرة جدا، وهي ان الاغتصاب حصل في منزل الام مش الاب، وعلشان كده القاضي المسؤول عن القضية دي احتجز ام الطفلة وجدها لانه كان عايش معاهم في نفس البيت وقت وفاة الطفلة. وبنسبة كبيرة جدا قد تكون الأم وأبوها عارفين كويس جدا مين اللي اغتصب بنتها، بل وكمان بيتستروا عليه ومش راضين يبلغوا عنه. هتقولي ليه ما يكونش الجد عديم الرحمة هو اللي عمل كده؟ هقولك يا عزيزي إن ده احتمال وارد طبعا، ولكن اللي مخلي القاضي مستبعد السيناريو ده هو الظروف الصحية للجد المتدهورة، وبعض الحاجات التانية اللي مش عايزين ندخل فيها وتفاصيل ليها. ده غير كمان ان مفيش اي اثبات حقيقي يقدر يقول ان الجد هو اللي تسبب في اغتصاب الطفلة ووفاتها زي ما بيقول بعض رواد السوشيال ميديا، ولكن الشيء المؤكد والحقيقي هو ان الجد عارف كويس جدا مين اللي اغتصب ومتستر عليه هو وامها. ده غير كمان ان اقوال الجد والام متضاربة لحد كبير، وده اللي خلى القاضي يشك فيهم اكتر ويتأكد انهم عارفين حاجة مستخبية بس مش راضين يعترفوا بيها. ولحد دلوقتي خلاص فاضل اللمسات الأخيرة من المحكمة علشان يتم الإعلان الرسمي عن قاتل الطفلة لين لما هيتأكدوا مين هو. وعايزك يا صديقي تقول لنا رأيك في التعليقات، شايف مين المتهم الأساسي في قضية اغتصاب الطفلة لين؟ ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير. كان معاكم أخوكم حكيم. لو عجبتك الحلقة تقولنا تشرفني باشتراك للقناة، وبرضو حضرتك تعمل لي لايك للفيديو ده، اكون شاكر جدا لفضل حضرتك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.